محاضرتنا اليوم راح تلقيها على مسامعكم الأستاذ دكتورة سميحة الباشا عن ندوتها الموسومة الآداب الاجتماعية وفنون التعامل. اليوم الوقت الحاضر والعصر اللي جاي نعيشه، عصر التغيرات، عصر التطور، عصر الانفتاح، عصر العولمة، فيه الكثير من التغير في الآداب الاجتماعية والتعامل وفنون التعامل. اليوم وصلنا إلى مرحلة الكورونا، وبدأ التباعد الاجتماعي، وبدأ التقارب ينتهي ويسود محل التباعد. فكل هذه الآداب وكل هذه الظروف اللي نمر بها اليوم، الدكتورة سميحة الباشا راح تسمعنا شيء عن هذا التعامل وهذا الأدب وهذا فن التعامل اللي راح نسمعه من حضرتها. طبعا دكتورة سميحة أستاذ بكلية الفنون التطبيقية بجامعة حلوان، رئيس قسم التدريب المستمر وريادة الأعمال، ومدرب دولي كوتش ممارسة، وعضو الاتحاد العربي للكلوتشينج، وعضو رابطة المدربين العرب. فلتتفضل الدكتورة سميحة مشكورة لإلقاء محاضرتها. شكرا جزيلا دكتور حسين، شكرا جزيلا على التقديم اللطيف من حضرتك. انا بشكرك عليها دكتور حسين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وسلم تسليما كثيرا. موضوعنا النهارده شيق جدا، زي ما دكتور حسين قال التقديم اللطيف اللي قالها. هو الحقيقه يعني الكورونا وغير الكورونا، ويعني عايز اقول انحدار الاخلاقيات لحد كبير. فانا فكرت ان يعني نعمل سلسله في قسم التدريب المستمر، ان احنا نعمل سلسله باذن الله تباعا هنتقابل فيها، هي سلسله الاداب الاجتماعيه والاخلاقيات. نيكست باتون باتون نيكست. هنعمل يعني زي عصف ذهني مع بعض كده، اشياء لا يمكن شرائها. اللي قدامنا دي حاجات مش ممكن حد يقدر يشتريها بالمال. الصحة محدش بيقدر يشتريها، الحب ملوش تمن، الأمل ملوش تمن، ملوش تمن نقدر ندفعه، الأحلام محدش يقدر يشتريها، الصداقة محدش يقدر يشتريها. وإحنا بنقول يعني من حظه اللي يلاقي النهاردة الصديق الصدوق. حاجة صعبة جدا بقت يعني ألاقي الصديق الصدوق اللي هو يمشي معايا مشوار حياة، وانه هو يعني ما يخلفش وعده معايا، بقت حاجة نادرة جدا. السعادة محدش يقدر يشتريها بالمال، العمر طبعا الزمن محدش بيقدر يشتريه بالمال. فدي حاجات لا يمكن شرائها، ده استهلال لسلسلة الآداب الاجتماعية والأخلاقيات. Next. قسم التدريب المستمر وريادة الأعمال في أكاديمية إسراء المعرفة يتبع الإدارة العامة للأكاديمية برئاسة الدكتور يوسف المشهداني ودكتور فراس شاكر، زملائي الأعزاء وإخواتي، أو أنا بعتبر نفسي أختهم. القسم ليه أهداف من يوم أعلن في احتفالية الأكاديمية يوم 22 فبراير الماضي. Next. هنشوف أهداف القسم. هو قسم التدريب المستمر وليس التعليم المستمر. قسم التدريب المستمر بيقدم مجموعة مهارات، مهارات ذهنية، مهارات عملية، مهارات عامة. المهارات الذهنية زي ايه؟ طبعا المهارات الذهنية غير المهارات العملية. المهارات الذهنية زي حل المشكلات، اتخاذ القرار، ادارة الازمات، دي مهارات ذهنية عليا. اذا اكتسبها الفرد بتبقى حياته ناجحة وعمله ناجح، وحياته حتى الاسرية بتبقى ناجحة وعلاقاته بتبقى ناجحة. المهارات العملية زي ايه؟ زي المحاضرة اللي عملتها. نرجع تاني يا بتقول لو سمعت، نرجع تاني يا بتقول من فضلك. المهارات العملية زي ايه؟ كل المهارات العملية اللي ممكن تتخيلوها حضراتكم، يعني مثلا لما اقول العزف على آلة من الآلات الموسيقية دي مهارات عملية. لما اقول ان انا بعمل كرسي، بصمم كرسي وبنتجه، بصمم ثلاجة، غسالة، تلفزيون، اي حاجة بتاخد شكل عمل يدوي، بعمل ملابس مثلا، اي حاجه بتاخد شكل عمل يدوي، تبقى دي مهارات عمليه. المهارات العامه زي ايه؟ اللي بنسميها ترانسفيرابل، او بنسميها مهارات التواصل او الكوميونيكيشن، مهارات الاتصال والتواصل، لغه الجسد، كل دي اسمها مهارات عامه.
القسم بيقدم الثلاث انواع من المهارات، المهارات الذهنيه والمهارات العمليه والمهارات العامه. المهارات العامه كمان نقدر نقول عليها المهارات الشخصيه، اللي هي المهارات اللي بتبقى في سمات الانسان نفسه بيتخلق بيها بعد كده لما بيتدرب عليها وبياخد فيها يعني دوره تدريبيه او بياخد فيها برنامج تدريبي وتبقى يعني من ضمن صفاته. فدي المهارات العامه، منها القدره على التواصل والاتصال. نكست. زي ما قلت لحضراتكم، السلسلة اللي هناخدها الفترة اللي جاية هي سلسلة الآداب الاجتماعية والأخلاقيات. وليه أنا اخترت الموضوع ده؟ الحقيقة هو زي ما الدكتور حسين قال في تقديمه، ابتدينا نشتكي سنة بسنة من انحدار الأخلاقيات، ففكرت أنا الحقيقة فقلت لا، احنا ناخد السلسلة دي مع بعض بإذن الله، إن شاء الله نحاول نعيد تاني أخلاقياتنا ونرجع تاني لأخلاقنا إن شاء الله بإذن الله، وترجع تاني دولة العرب يعني دولة قويمة بإذن الله. نكس. عايزين بقى نعمل دردشة لطيفة كده. نكس يا بتول، هنعمل دردشة لطيفة كده مع بعض، هنستنتج منها يعني إيه أخلاقيات. يعني إحنا أول ما حد يقول أخلاقيات كلنا بنبقى عارفينها، بس ما بنقدرش نعبر عنها أو نعرف. دي الدردشة، هندردش مع بعض كده شوية، كل واحد في مكانه. الصور اللي حضراتكم شايفينها دي، يعني الصورة اللي فوق على اليمين، واحدة بتهمس لزميلتها أو لصديقتها في أذنها. ده خلق، ده نوع من السلوكيات أو التصرف، إنه ممكن نبقى قاعدين في وسط جماعة وتلاقي واحدة بتوشوش التانية مثلا في أذنها. الصورة اللي تحت بتبين إنه لو حبينا نتعاون مع بعض إزاي نتعاون. يعني اللي فوق خالص هيقع في الحفرة أو في الجاب اللي حاصلة قدامه، لان ما فيش حد سنده. طيب لو اللي قبله واللي بعده سندوه يبقى هو هيعدي بسلام. الاخير برضه هيقع الحقيقه في الحفره، لان الاثنين. ممكن نقفل المايكات لو سمحتوا المستمعين. الصوره اللي على الشمال بتبين، اوكي، الصوره اللي على الشمال فوق بتبين انه في ودن، يعني في اذن. هنعرف دلوقتي معناها ايه في جانب الاخلاقيات والاداب الاجتماعي. الصورة اللي تحت لرجل يعني عائد ذراعيه قدامه كده، فهنشوف هل ده من الآداب الاجتماعية ان انا وانا بتكلم مع حد او واقفة في محاضرة او واقفة في وسط مجموعة او واقفة في فرح حتى او في اي مناسبة، هل صح الوقفة اللي هو واقفها دي، ولا في آداب لازم وسلوكيات لازم يعني تبقى هي سلوكنا. Next. أهداف اليوم التدريبي النهارده أو أهداف المحاضرة، الهدف العام دايماً بيبقى فيه هدف عام لكل البرنامج أو لكل المحاضرة. الهدف العام بتاعنا إن إحنا نكتسب الآداب الاجتماعية. في نهاية اليوم النهارده عايزين نعرف الفرق، نقدر نحدد الفرق كلنا ما بين الأخلاقيات المانرز وما بين الإتيكيت، وهو كلمة إنجليزية هي الإتيكيت، والسلوكيات اللي هي البيهيفيرز. الهدف الثاني الحقيقة ان احنا نكتسب كلنا في نهاية اليوم، نكتسب الخصال والسلوكيات الحميدة مع احترامي للجميع، ولكن بتفوت علينا حاجات عايزين نعرفها النهاردة. Next. في عندي ثلاث عبارات. العبارة الأولى بتقول هي مجموعة المبادئ والقيم التي يتخلق بها الفرد. من كلمة يتخلق كده نقدر نقول الجملة دي بتعبر عن إيه؟ بتعبر عن الأخلاق أو الأخلاقيات أو المانرز، مجموعة المبادئ والقيم التي يتخلق بها الفرد. يتخلق يعني تبقى هي دي أخلاقه، يبقى الجملة دي بتعبر عن أو هي دي مفهوم الأخلاق أو الأخلاقيات. خلي بال حضراتكم إنه الثلاثة مش منصوص عليهم في القانون، مفيش قانون ينص على إن لازم يبقى أنا عندي أخلاق، مفيش قانون بالشكل ده. في بعض الجهات قالوا هنعمل ميثاق أخلاقيات، هو الحقيقة مش ميثاق أخلاقيات، هو ميثاق سلوكيات، ما يجب أن تكون عليه سلوكي في مكان عملي مثلا، ولكن هي مش أخلاقيات. الجملة الثانية بتقول الخصال والسجايا التي يتمتع بها الإنسان. الجملة دي بتعبر عن السلوكيات. يبقى الجملة الأولانية بتقول إن هي مجموعة المبادئ والقيم التي يتخلق بها الفرد، ده تعريف مختصر جدا لكلمة الأخلاق. الجملة الثانية بتقول لي هي الخصال والسجايا والسلوكيات التي يتمتع بها الإنسان، ده تعريف للسلوكيات للبيهيفيرز
والفرق كبير بين الاثنين، وبرضه مش منصوص عليها في القانون. ما فيش قانون بيقول لي لازم تبقي مؤدبة يا سميحة، ما فيش قانون بيقول لي لما تيجي تكلمي الكبير لازم تحترميه، ما فيش قانون بيقول لي لازم تعطفي على الصغير، ما فيش قانون بيقول لي لازم تتصدقي على الفقير. فدي كلها صفات، محدش، ما فيش قانون ينص عليها. العبارة الثالثة بتقول المعايير السلوكية الواجبة في المقابلات الرسمية، وده الفرق ما بين الأخلاق وما بين الإتيكيت. الجملة الأخيرة دي هي المعايير السلوكية. يعني إيه معيار يا أستاذة؟ المعيار يعني مسطرة أنا ماشية عليها، حاجة زي الصراط المستقيم كده، طريق، مسطرة، حد، حدود أنا ماشية عليها. ففي حدود صارمة في البروتوكولات الرسمية والمقابلات الرسمية لازم أمشي عليها. دي ده تعريف لكلمة إتيكيت. إذا الفرق ما بين الإتيكيت الأولانية، الجملة الأولانية، ما بين الأخلاقيات وما بين الإتيكيت الجملة الأخيرة، إن الجملة اللي فوق الأخلاقيات يتخلق بها الإنسان مع التربية منذ نعومة أظافر الطفل، لكن المعايير السلوكية معايير يعني مساطر أنا ماشي عليها، لها نصوص موجودة في كتب أو في كتيبات لازم أنا أتخلق بها، أو لازم تبقى هو ده سلوكي في المقابلات الرسمية. زي رؤساء الدول مثلا وزوجاتهم وأولادهم، يعني بيتقابلوا كتير في مقابلات رسمية، ففي معايير معينة لازم يمشوا عليها في المقابلات الرسمية دي. Next. هنا هنعمل العصر ذهني لطيف كده. الجملة اللي فوق بتقول لي العبارة دي خلق ولا سلوك؟ هل ده خلق أخلاقيات manners ولا ده سلوك behaviors؟ هنبتدي أول واحدة اللي هي لونها أحمر، وهنمشي زي الدايرة كده لحد ما نوصل للي جوه خالص اللي هي البر، الحفاظ على الممتلكات. هل الحفاظ على الممتلكات ده خلق ولا سلوك؟ يعني كل واحد طبعا قاعد دلوقتي، احنا بس عشان الاونلاين الحقيقه حرمنا من التواصل مع بعض، ولكن يعني هنتمتم كده مع نفسنا. الحفاظ على الممتلكات هي، هل هي من الاخلاقيات ولا من السلوكيات؟ الحفاظ على الممتلكات، كل واحد هيجاوب. التواصل هل هو من الاخلاق ولا من السلوكيات؟ ممكن يبقى انا اخلاقي كويسه فانا عندي خلق، ولكن ما عنديش السلوك اللي يخليني، ما عنديش سلوكيات التواصل، ممكن اكون انسانه مثلا منغلقه على نفسي. فهل ده معنى كده ان انا ما عنديش اخلاقيات؟ لا، انا على خلق كويس وخلق حميد، بس ما عنديش مهارات التواصل، يبقى ده سلوك. يعني الايثار، الايثار، ايثار هو في فرق ما بين الاثر وما بين الايثار. الايثار ان انا افضل الغير على نفسي، ما يحب لاخيه ما يحب لنفسه، يعني خيركم من يحب لأخيه ما يحب لنفسه، ده الإيثار. هل الإيثار ده خلق ولا سلوك؟ الإيثار خلق. الانتماء، هل الانتماء ده خلق ولا سلوك؟ يعني أنا حاسة بعدم انتماء للمكان اللي أنا فيه، هل ده يمنع إن أنا أخلاقي وحشة؟ يعني ده معناه إن أنا أخلاقي مش كويسة؟ طيب الألفة، هل الألفة دي خلق أم سلوك؟ زي ما قلنا من شوية، أنا إنسانة كويسة بس مش قادرة أتآلف مع المجموعة اللي أنا معاها، ده لا يمنع إن أنا عندي خلق. الأثرة، الأثرة عكس الإيثار زي ما قلنا. الأثرة هي حب النفس وتفضيلها على الغير، فهل ده سلوك ولا خلق؟ الولاء، هل الولاء ده خلق ولا سلوك؟ الحياء، وكلنا عارفين حديث النبي عليه الصلاة والسلام، الحياء بضع وستون شعبة أو بضع وسبعون شعبة، والإيمان واحد فيهم. الحياء خلق ولا سلوك؟ لا، الحياء ده خلق. طيب الإحسان، الإحسان خلق. تقدير الذات خلق. التحب في الله ده خلق. العطاء، العفة، البر، الوفاء، الحلم، الحلم اللي هو الصبر، التراحم، احترام الأكبر. مجموع الصفات اللي احنا شايفينها دي لو شفناها واحدة واحدة هنلاقي ان الحقيقة كل ده بيعبر عن خلق، يعني في أخلاقنا، في أخلاقياتنا. الحفاظ على الممتلكات، هل حضراتكم شايفينه خلق ولا شايفينه سلوك؟ يعني في ناس بتطلع المواصلات العامة مثلا، وسائل الانتقال العامة الحكومية، ويبقى معاه مطوة ويعني يقطع الكرسي اللي هو قاعد عليه ويطلع الفوم اللي جواه، السفنج اللي جواه. في ناس تانية تكتب على الحيطان في الأماكن العامة،
في ناس يعني بتسيء استخدام الممتلكات العامة، فهل ده خلق ولا سلوك؟ فلو بصينا للصفات، إجمالي الصفات اللي احنا شايفينها قدامنا دي خلق، لأن الخلق الحقيقة هيوجه السلوك. ناخد اللي بعدها لو سمحت يا بتول، نيكست. السلسلة اللي احنا هنتكلم فيها بإذن الله على مدى الشهور اللي جاية، أولها النهاردة قلت أبتدي مع حضراتكم يعني بحاجة لطيفة كده صغيرة، هي آداب المهاداة. احنا بنتكلم في سلسلة الآداب الاجتماعية والأخلاقيات. يمكن ناس كتير مش هتتخيل إن المهاداة يعني ليها خلق، ليها أخلاقيات، وليها سلوكيات، والحقيقة ليها معايير كمان. هنشوف إزاي. هو في بيت شعر هنا لطيف، الحقيقة أنا مش عارفة مين اللي كتبه، ولكن هو بيت شعر لطيف أوي، بيقول: هدايا الناس بعضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالة، وتزرع في الضمير هوى وودا، وتكسوه إذا حضروا جمالا. يعني هما بيتين شعر بيعبروا يعني مرجعهم للشاعر اللي قالهم على إن التهادي ما بين الناس ده خلق حسن، وبيخلي بيولد في النفوس فعلا محبة واقتراب. ونبينا صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. فده برضو يدل على ان التهادي بين الناس ايا كانت درجة القرابة، ايا كان سبب المهاداة، بيولد في النفوس فعلا ود ما بين الناس. Next. انا قلت ابدأ بيه الحقيقة لانه هو حاجة لطيفة وخفيفة، وفي نفس الوقت الحقيقة الحب الاولانية دي جت بلونين زي ما حضراتكم شايفين، جت باللون البنفسجي الاول وبعدين باللون الاحمر. فهنا في حب وهنا في حب، ولكن الحب الاولاني اللي هو لون البنفسجي لون الرحمة، هو حب الاهل لبعض، وحب الاخ لاخته، وحب البنت لامها، وحب العم، وحب الخال، وحب الابن والابنة الى اخره. ده الحب اللي هو واخد اللون البنفسجي. الحب الاحمر اللي هو الحب بين الاحباب، اللي هو بنسميه احنا الغرام ما بين المتحابين. بعد كده انا عايزه حضراتكم دلوقتي واحنا موجودين، يعني لو في ريز يور هاند يبقى استاذه بتول هتفتح لنا انواع الحب التانية. انا قلت نوعين: الحب ما بين العشاق اللي هو حب الاحباب وحب الازواج، وقلت اللون الاولاني اللي هو حب ذوي القربى وحب الصداقه والحب في الله والتحاب في الله. كل دي انواع من الحب جميله جدا. والحقيقه انا سميحه، انا شخصيا النوع الاولاني واخد مساحه كبيره من حياتي، لان الحب حب الأزواج يعني كده هو نوع واحد من أنواع الحب. يعني التحب في الله من أجمل أنواع الحب اللي ممكن نحصل عليها. حب الأصدقاء لبعض، صديقتين بنتين مع بعض، أصحاب، لو دامت الصداقة بينهم ده شيء جميل جدا، لأن الصديق يعني حضراتكم مش هيخفى عليكم الصديق الصدوق ده حاجة كبيرة جدا. حب الأولاد لأهلهم للوالدين، حب الوالدين لأولادهم لأبنائهم، وحب الأحفاد، وحب الجيران. يعني انا مش عايزه اعدد لحضراتكم، ولكن في انواع تانية من الحب وانا محدده لها الوان، لان كل لون الحقيقه بيعبر عن نوع من الحب. يعني اللون الاصفر مثلا ده بيعبر عن ايه؟ انا هقول لحضراتكم مثال. اللون الابيض مثلا اللي تحت، لو انا بقدم هديه باللون الابيض ده معناه ان انا بزور مريض وبقول له سلامتك. ففي معنى هنا تاني للحب اللي هو سلامتك او الحمد لله على السلامه، اللي هو اللون الابيض معروف ان احنا بنهدي بيه المرضى. طيب اللون الاصفر ده يرمز عندنا في سيكولوجية الالوان للاعتذار. لو انا غلطت في حق حد وعايز اعتذر له، ببقى حريصة ان لون الهدية او اللفة بتاع الهدية او الورد اللي انا بقدمه بياخد اللون الاصفر، لانه اللون الاصفر معناه ان انا بعتذر، انا اسف، انا غلطت في حقك او في حقك. طيب اللون الازرق، طبعا هي الالوان ليها سيكولوجيه، ولكن لا يمنع ان انا ممكن اهاجي بذوقي انا بلون تاني مختلف، ولكن هي الالوان في دايره الالوان ليها رموز معينه كجانب سيكولوجي متعارف عليه ما بين الفنانين، ولكن لا يمنع طبعا ان انا اخترقه. يعني انا بقدم الحاجه اللي انا عارفه انها بيحبها المهدى اليه، مش اللي انا بحبها، لا، اللي انا ههديه بالهديه اشوف هو بيحب ايه. فالالوان ليها سيكولوجيه. مثلا لما اقول لحد الحمد لله على السلامه بهديه، لما اقول لحد مبروك انت نجحت، او لما اقول لحد مبروك على جوازك مثلا، او مبروك على الطفل اللي جالك مثلا، دي كلها يعني اسباب للمهاداه. فكلمه لماذا ليه، انا ليه بهادي الناس اللي حواليا؟ زي ما قلنا المريض بنقول له سلامتك او الحمد لله على السلامه، او بنعتذر في حد انا عندي ليه عرفان مثلا فبهديه. يعني انا استاذتي مثلا اشرفت عليا في الماجستير او في الدكتوراه،
عندي عرفان شديد ليها، ربنا يديها الصحة يعني وطولة العمر. للآن أنا بحبها جدا، وكان ليها أثر في حياتي، وكانت مثلي الأعلى. لو أنا وديت لها هدية وهديتها بيها نوع من العرفان، ففي أسباب للمهاداة، مش سبب واحد ولا اتنين، طبعا في أسباب كتيرة جدا. بهادي عروسة، بهادي زميلي، اترقى، جاب بيبي صغير يعني ربنا رزقه بطفل صغير، حد كان تعبان وبقول له سلامتك أو الحمد لله على السلامة، غلطت وبعتذر، إلى آخره. طبعا الأسباب كتير. نيكست. إيه هي بقى آداب المهاداة أو أخلاقيات المهاداة؟ لما أجي أهادي حد بعمل إيه؟ أولا طبعا بغلف الهدية بشكل لطيف، يعني في ناس الحقيقة يعني كتير كتير بتشتري الهدية من المحل وفي الشنطة زي ما هي كده، اللي خدتها اللي خدت الهدية فيها من المحل، وتروح لصاحبة الهدية وتقدمها لها كده وخلاص. يعني أنا عايزة أقول إن حتى المهاداة ليها آداب وليها أخلاقيات، وكلمة آداب يا أساتذة هي معنى الخلق، يعني إحنا هنحط بدل كلمة الآداب في كل مرة الخلق، فلما بقول آداب المهاداة بتكلم على خلق المهاداة. بغلف الهدية بشكل جميل، مش ببالغ في سعرها. ليه بقى؟ يعني وانا بشتري الهدية، قيمة اللي انا بشتري لها الهدية كبيرة جدا، او قيمة اللي انا بشتري له هدية كبيرة جدا عندي، فانا عايزة اقول لها انت مقامك كبير جدا عندي، فانا جايبة لك هدية غالية قوي. الحقيقة ده مش صح، ومش من اداب المهاداة، ومش من خلق المهاداة، لسبب بسيط جدا. انا ممكن اجيب لحضرتك هدية ب 10,000 جنيه، وعلى الجانب الثاني لما يجي الدور عليا ان اللي انا هديتها بهديه في مناسبه عندها هترد لي الهديه، بحملها ما لا تطيق، ما لا تطيق، ان هي بتقيم طبعا الهديه اللي انا جايبها لها غاليه جدا، والحقيقه انا بسبب لها انزعاج، تبقى هي في نفسها طب انا يعني هرد الهديه دي ازاي لسميحه. فيجب عدم المبالغه في سعر الهديه، دايما احنا بنقول الهديه بقيمتها وليس بسعرها او بثمنها. الحاجة اللي بعد كده، ألا أقلل من قيمة الهدية. في ناس الحقيقة لما بتيجي تقدم الهدية، يعني وأنا بقدم لحضرتك الهدية أقول لك والله دي هدية مش قد المقام، دي حاجة بسيطة كده، أنت تستاهلي أكتر من كده سميح. الحقيقة لا، مش صح. أنا جايبة الهدية اخترتها بعناية لحضرتك أو لحضرتك، وأنا حابة جدا إن أنا أقدمها لك، وحابة أعبر بيها عن امتناني أو حبي أو عرفاني، أو بقول لك مبروك، أو بقول لك الحمد لله على السلامة، فلا يجب ان انا اقلل من قيمه الهديه وانا بقدمها لك ابدا. يعني انا الهديه مجرد ان انا فكرت فيك ودورت كويس وجبت اللون المناسب وعارفه الحاجه اللي انت بتحبها وبقدمها لك، يبقى الهديه اللي انا جايبها لك ليها قيمه، وقيمه كبيره جدا، ويجب انها تكون لها قيمه كمان عند المهدى اليه. ان نختار الوقت المناسب لتقديمها، لازم يبقى الوقت المناسب للمهدى اليه، اختار الوقت اللي يناسب المهدى اليه واقدمها له. الحاجة المهمة كمان قوي أن تناسب شخصية المهدى إليه، بمعنى أنه سميحة بتشتري هدية لدكتورة صفاء أو لبتول زميلتنا أو للدكتور حسين، لازم الشخصية تناسب، لازم الهدية تناسب الشخصية اللي أنا بهديها الهدية اللي أنا جايباها، مش تبقى عجباني أنا، لا هو بيحب إيه، هي بتحب إيه، هي كان ناقصها إيه. لو هي قريبة مني وأنا مقربة منها قوي هقدر ألاحظ، زي أختي مثلا، زي والدتي مثلا، انا معاها في بيت واحد واقدر احس او اشعر ايه اللي هي كانت ناويه تشتريه، ايه اللي هي نفسها تجيبه. لو احنا بعيد شويه بحاول اشوف الزملاء المقربين واقول لهم تفتكروا هو كان بيدور على ايه، يعني هو كان بيتكلم في ايه الايام اللي فاتت دي، كان بيدور على حاجه معينه ومش لاقيها، كان بيدور على كتاب مثلا ومش لاقيه، تفتكروا هو ايه الحاجات اللي بيحبها. المقربين اليه هيقولوا لي والله سميحه بتحب الورده قوي، طب خلاص انا عرفت ان سميحه بتحب الورد يبقى ههديها بالورد. في واحده تانية لا والله دي بتحب الذهب، لا بتحب الفضه مش بتحب الذهب، الى اخره. فلازم الهديه وانا بشتريها يكون في بالي الشخص اللي انا ههديه بالهديه، مش انا بحب ايه، لا هو بيحب ايه. يعني في ناس لطاف كده، انا بحب التورته، مش هجيب التورته واروح اكلها عنده عشان انا اللي بحب التورته، يعني هي دي الفكره، هو المهدى اليه بيحب ايه. نيكست. موضوع المهاداة الحقيقة مجاله كبير جدا، هنشوف الشخصيات بقى وأنواعها عشان نقدر بعد كده بإذن الله نعرف إزاي ننقي أو نختار الهدية. في شخصيات، في تركيبات، هنقول العام الكومن الشائع اللي في وسطنا كلنا، وطبعا لا يمنع إن هم أكتر من كده، ولكن في يعني في معظمنا هو واحد من الأربعة اللي جايين دول. أولا الشخصية الهادئة، سمات الشخصية الهادئة الهدوء والرقة
دول السمتين اللي بيميزوا صاحب هذه الشخصية أو صاحبة هذه الشخصية، طبعا على حد سواء. تلاقيه دايما الابتسامة على وشه، ابتسامة هادية كده ورايقة، هو هادي، تركيبة هادية، دائم دائما أنيق، متأنق في نفسه، متردد قبل اتخاذ القرار، يفكر الأول. وأنا بس عايز أقول لحضراتكم، مش في تركيبة وحشة وتركيبة كويسة، ما فيش شخصية وحشة شخصية كويسة، لا، هي تركيبات موجودة حوالينا. وانا ممكن اقيم نفسي، كلنا دلوقتي كل في مكانه، يعني كل واحد ممكن، انا وانا بعملها لحضراتكم وانا بعدها خلاص انا عرفت سميحة الشخصية اي تركيبة في الاربعة اللي هقولهم دول. طبعا في فكرة الانسان عن نفسه وفي فكرة الناس عني، يعني في ناس ممكن تقيم سميحة وتقول لي سميحة والله انت من التركيبة الهادية، انت من التركيبة المثقفة، انت من التركيبة التقليدية زي ما هنشوف دلوقتي، وفكرتي انا كمان عن نفسي. فهي نوع الشخصية من الاثنين، جانب من عندي انا من ذاتي، والجانب الثاني الناس بتقول عليا ايه، والناس المقربين طبعا بيقدروا يحللوني يعني اكتر، الناس اللي انا على تواصل معاهم يمكن بيقدروا يحللوا التركيبة احسن، وممكن يبقوا غلطانين، ممكن انا فكرتي عن نفسي غير اللي بيقولوها لي الناس الى اخره، ممكن يبقى انا عندي اسباب تانية مخلية تركيبتي كده بالشكل ده. فهو متردد قبل اتخاذ القرار، مش عايزة اقول متردد، عايزة اقول بيفكر قبل ما يتخذ قرار، ودي حاجة مش وحشة وحاجة كويسة كصفة من صفات الإنسان. ذواق من الدرجة الأولى، في ناس بتاكل أي حاجة وكل حاجة، وأي حاجة تعزم عليه بيها ياكلها، وما عندوش مانع ياكل أي حاجة، وطول النهار بياكل كمان. لا، في ناس بتتذوق قبل ما تاكل، وفي ناس بتتذوق وتتوقف. يعني وإحنا حتى بنقول في المثل الدارج، بنقول إن العين بتاكل قبل الفم. دي الناس الذواقة اللي هي الأول عينها تشوف شكل الأكل حلو وبعدين تبتدي تتناول الطعام. يحب العمل جدا، دي التركيبة الشخصية الهادئة. يكره الوحدة رغم ان هو هادي، خلي بال حضراتكم هي تركيبة هادئة، الا انه بيكره الوحدة جدا، ما يحبش يقعد لوحده، يفضل العمل في مجموعات، ما بيحبش يشتغل لوحده، يحب دايما يبقى فيه، يعني باللغة الدارجة يحب يبقى فيه ونس حواليه، يحب يبقى فيه مجموعات عمل حواليه. يكره المناقشات، ما بيحبش يخش في مناقشات ولا جدال، ولو حصل فيه نقاش في اجتماع مثلا، هو واحد في الاجتماع تلاقيه يعني لحد كبير صامت، مش عايز يشارك في المناقشات. دي تركيبة الشخصية الهادئة. نيكست، بتقول نشوف بقى التركيبة دي ممكن نهديها بإيه، ايه نوع الهدية. يعني انا انطباعي عن الشخصية دي انها شخصية هادئة، طيب انا ممكن اهديها بإيه؟ ممكن اجيب لها لوحة فنية او تحفة اختارها بعناية، ممكن اكون دخلت بيتها وشفت بيتها وشفت الالوان اللي فيه والانتريه والصالون وشفت الحاجات اللي موجوده والبازات، فممكن لما اجي اشتري لها هديه انا خدت فكره عن الالوان اللي عندها، اجيب حاجه منسجمه عشان ما تبقاش يعني قد في وسط الحاجه اللي انا جايباها، او اجيب اسطوانات موسيقى. يعني انا بتكلم على تفضيلاته، تفضيل الشخصيه الهادئه، هو بيفضل الحاجات دي. طالما انا درست الشخصيه يبقى هو دي الهدايا، محيط الهدايا، يعني لو جبت له بيرفيوم مثلا لا ممكن ما يتبسطش الى اخره، عطور يعني. هنجيب له لوحه او تحفه فنيه، هنجيب اسطوانات موسيقى او شرائط مسجله الى اخره. ناس الشخصيه اللي بعد كده هي الشخصيه التقليديه، الشخصيه التقليديه حوالينا كتير جدا على فكره، كتير. انا عايزه اقول لحضرتك ان انا سميحه انا بستغربها شويه. الشخصيه التقليديه، هنرجع معلش يا بتقول، هنرجع خطوه نشوف بس سمات الشخصيه الاول ايه. ايوه، الشخصية التقليدية ليها سمات، يعني أقرب ما تكون بتشكل 60-70% من المجتمع، من أي مجتمع يعني. بيمتاز بالأمانة والإخلاص والرحمة والمحبة، مستمع جيد لما تحكي له تفضفضي له هو مستمع جيد، تفكيره واضح جدا ومرتب، لا يفقد سيطرته على أعصابه بسهولة، يعني تلاقيه صبور كده هادي، ما ينفعلش لأي حاجة، منطقي التفكير، تفكيره منطقي جدا ومرتب. بيكره التغيير، عشان هتيجي شخصية تانية هتلاقيه شخصية محبة للتغيير بشكل مش منطقي. فهي تركيبات وشخصيات. بيكره التغيير خاصة في المنزل أو في الملابس. النوع ده من الرجال بنقابله إحنا في الأسر، تشتكي زوجة مثلا من إن تقول هو لو أنا حركت كرسي من مكانه يزعل ويعترض، ليه ده، ولا أنا راجع من الشغل تعبان وأنا واخد على إن الفوتاي ده محطوط هنا أو الكرسي ده محطوط هنا مكانه هنا، ما تغيرهوش، ما تغيروش من مكانه خلاص. لبسه ما بيحبش يغيره كتير، تقليدي قوي، دي الشخصية التقليدية، عشان كده احنا مسمينها شخصية تقليدية. كل حاجة عنده ماشية بنظام ونظام رتيب، ما فيش أي نوع من التغيير.
نسافر؟ لا خلينا قاعدين، احنا كده كويسين. نخش سينما؟ لا لا احنا كده كويسين. دي الشخصية التقليدية. ده ممكن نجيب له علبة حلويات، ممكن نجيب له قطعة حلي زي الذهب أو الفضة أو إلى آخره، ممكن نجيب له وشاح، وشاح اللي هو الإيه شاربة أو الكوفية لو كان رجل مثلا. الشخصية اللي بعد كده، نيكست نيكست بتقول الشخصية اللي بعد كده هي الشخصية العملية قوي. الشخصية العملية بتتمتع بذاكرة ممتازة، كل حاجة في دماغه مترتبة. في ناس كده نقول عندهم إيه، دماغهم دي عبارة عن كمبيوتر، كل حاجة في ذاكرته موجودة وذاكرته كويسة ومرتبة، مش محتاج ورقة وقلم عشان يكتب أنا النهاردة هعمل كذا وبعدين كذا. فبيتمتع بذاكرة كويسة ومرتبة في نفس الوقت. لما يجي يعرض موضوع بيعرض الموضوعات والمناقشات بطريقة مباشرة، مش بيمهد للموضوع. يمكن أنا عملت مع حضراتكم العارض المتميز زمان أو العارض الفعال. العارض الشاطر يمهد للموضوع الأول، احنا حتى وقتها قلنا في تهيئة وفي تمهيد، واديت مثال انا بالوضوء والصلاه. يعني قبل ما هدخل في الصلاه انا بعمل الاول تهيئه ان انا بتوضا وباحسن الوضوء وبقول دعاء ما بعد الوضوء الى اخره، ولما باجي ادخل في الصلاه بمهد للصلاه. ففي تهيئه وبعدين في تمهيد وبعدين الموضوع نفسه. الشخصيه العمليه دي الحقيقه لا بتهيئ ولا بتمهد، بتخش زي القطر كده في الموضوع على طول. الشخصيه دي ممكن يحصل معاها يعني شويه مشاكل انه ما فيش تمهيد شويه، ده نوع من الشخصيات. قد يندفع للدفاع عن وجهة نظره أحيانا. ليه بقى؟ لأنه بيتوقع الكمال في من حوله. يعني هو ليه مندفع؟ لأنه هو متوقع أنه زي ما هو بيفكر الناس بتفكر بنفس الطريقة، زي ما هو يعني إنسان كويس متوقع أن الناس كلها حواليه كويسين، هو منضبط يتوقع أن الناس كلها منضبطين إلى آخره. فأحيانا يندفع عشان يدافع عن وجهة نظره، لأنه هو متوقع من اللي حواليه الكمال، والكمال لله وحده. طبعا مهتم بأناقته جدا، ياخد باله قوي من أناقته، وهو موضع ثقة للجميع. ليه؟ لأن ذاكرته كويسة، ولو سألته على حاجة أنا ناسيها على طول هيقول لي الموبايل أنا نسيته فين، هيقول لي أنت سايباه جوه على المكتب، هتلاقيه جوه إلى آخره. النوع ده من الشخصيات بيفضل الهدايا للاستخدام الشخصي، لأن هو شخصية عملية. خلي بال حضراتكم هو شخصية عملية، مش حالم يعني يكاد يكون أحلامه يعني مفيش، شخصية عملية قوي. دي تساوي كام؟ ولو هي غالية لا يبقى هستغنى عنها، ملهاش لازمة. يعني ده نوع من التركيبات كده موجود حوالينا كتير، ده يفضل الهدايا للاستخدام الشخصي زي أدوات مكتبية، أقلام وحاجات زي حقيبة أوراق إلى آخره. نيكست. الشخصية المثقفة في المجتمع الأكاديمي اللي حضراتكم فيه واللي أنا فيه هي موجودة، وموجودة مش بعدد قليل، ولكن في المجتمع اللي حوالينا مجتمع الجيران والأهل والأصدقاء والأقارب لا، ممكن ما نلاقيش الشخصية دي بقدر كافي، لكن هي تبقى موجودة في مجتمعات معينة زي مجتمع الجامعيين مثلا. القدرة الشخصية المثقفة عنده القدرة على إزالة العقبات من أمامه بمهارة شديدة. بمعنى كان في زميلة امبارح بتكلمني بتقول لي الكبار دول يا دكتورة سميحة، هي جارتي بس هي أستاذ في الجامعة، في جامعة الأزهر، بتقول لي الكبار دول يا دكتوره سميحه يعني في وسطنا يعني في الجامعه ومعانا في القسم في الكليه بيوجدوا حل لكل مشكله. هي طبعا سنها صغير، فبتقول لي عندهم من الخبرات، ربنا يديهم الصحه يعني، منهم استاذتها بتقول لي عندها 75 سنه وما زال عندها القدره على العطاء. فبقول لها طب انت ليه معجبه بيهم يا دكتوره سحر؟ قالت لي هي الدكتوره عندها حل لكل مشكله بتطرح في القسم. ممكن كلنا لما المشكله تتعرض في المجلس كلنا نبلم كده ومش لاقيين حل ونتعب دماغنا عشان نلاقي حل، ونبص نلاقي الحل طلع من عندها هي بمنتهى السلاسة. فدي الشخصية المثقفة اللي هي عندها القدرة على إزالة العقبات وحل المشكلات بسهولة وبمهارة. بلغتي أنا، بلغة سميحة، اللي حواليا أقول لها قول يا رب، قول يا رب، دي تفتح مجال وتفتح لك طريق وتفتح لك حلول مش متوقعة. فدي التركيبة اللي احنا بنوصفها بأنها بتزيل العقبات، عندها القدرة أنها توجد حلول كتير وبدائل كتير. شديد الحساسية فيما يتعلق بشؤون أسرته، يعني ما بيحبش حاجة تصيب أسرته، حريص عليهم قوي، واخد باله منهم ومن سعادتهم ومن أمورهم. دي الشخصية المثقفة. قوي العزيمة. يعني إيه قوي العزيمة؟ مش بيصاب بإحباط بسهولة، وإن حصل أي حاجة عنده، حالة وفاة مثلا، حد تعب بسرعة بسرعة تلاقي عزيمته بقت، يعني بيعرف يحفز نفسه بنفسه
ويعمل لنفسه تحفيز ذاتي كده، وتلاقيه بعد شويه قام وبقى كويس خلاص، هو ربنا عايز كده وقدر الله ما شاء فعل، وفي كل خير وان شاء الله خير، واحنا بس نقول يا رب، ويعني علينا السعي وليس علينا، يعني انا علي السعي وليس علي هفتكر لحضرتك دلوقتي. المهم ان انا عايز اقول انا علي السعي وليس علي ادراك النجاح، لكن انا علي السعي. ده قوة العزيمة، معبر، معبر بمعنى انه عنده المفردات اللغوية اللي يقدر يعبر بيها عن اللي عايز يقوله. في ناس بتبقى كويسة جدا، ولكن لما يجي يقف على منصة او تطلب منه حضرتك او حضرتك ان هو يعبر عن اللي جواه ما بيعرفش. في ناس كتير كده على فكرة، ومن هنا جت فكرة التدريب، ومن هنا جت فكرة برامج مهارات التواصل والاتصال. بالفعل في ناس، انا في يوم من الايام قابلت اول الثانوية العامة عندنا هنا في مصر، الاول على الثانوية العامة كلها وهي بالالاف، وكانوا بيهدوه في النادي عندنا، ولما طلع معرفش يقول كلمتين اتنين على بعض، يعني كانوا بيكرموا الطلاب الاوائل على الثانوية العامة، لكن لما طلع على المنصة عشان يدوله الهدية في النادي كواحد من ابناء النادي معرفش يقول كلمتين. ده التركيبه اللي هي ما بيعرفش يعبر عن اللي جواه، فالشخصيه المثقفه شخصيه معبره. طبعا الاثنين مرتبطين ببعض. يعني هو ليه بيعبر كويس؟ عشان هو شخصيه مثقفه، مطلع، بيقرا كتير. فهما الاثنين ليهم ارتباط مضطرد. اذا هو شخصيه مثقفه وبيقرا كتير وبيطلع كتير وعنده ثقافه، اكيد هيعرف يعبر لانه بيكتسب مفردات لغويه تمكنه ان هو يعبر كويس. بيتميز بالحيويه. عنده حيويه. الاحباط مش بيوصله بسهوله. وإن حصل أي حاجة بيعرف يقوم بسرعة، يعني العثرات اللي بتصيبه بيعرف يقوم منها بسرعة. مضيف أو مضيف، مرح، مرح، ما هو شخصية كئيبة، هو شخصية مرحة، يشيع الدفء في من حوله. عنده القدرة إن هو يعني يلطف الجو زي ما إحنا بنقول باللغة الدارجة. لا تستطيع ملامحه إخفاء ما يدور بداخل نفسه. ملامح وشه بتبين إيه اللي جواه. وده الانسان في ظني انا، ده الانسان كويس، يعني اللي جواه بيبان على وشه على طول، غير اللي بيستطيع ان هو يتخفى يبقى فيه ابتسامه عريضه كده على وجهه وهو يكن ليك مثلا حاجه مش كويسه. فالنوع اللي بيبان على ملامح وشه على طول ما يدور بداخله، ده النوع اللي احنا بنعتبره، يعني احنا بنقول عليه قلبه ابيض، اللي في قلبه على لسانه، احنا نقول كده كمصريين، ده قلبه ابيض قوي اللي في قلبه على لسانه على طول. مضيف او مضيف ممتاز للزائرين، يعني لما يجي له حد هو حياه زي حاتم الطائي كده في كرمه، كلنا عارفين طبعا حاتم الطائي اللي احنا بنقول ما كانتش ابدا ابدا نار عنده في البيت بتنطفئ نتيجه، يعني دليل على كرمه. يتذكر بالعرفان من احسن اليه، لو حد احسن اليه، لو حد وقف معاه في موقف ما بينساهوش، وفي كل مناسبة بيقول لا فلان، يعني أنا بدعيله لأنه وقف جنبي في الموقف الفلاني، وقفني على رجلي، أنا كنت مثلا زعلانة قوي على أمي فهي وقفت جنبي وكانت بتجيلي كل يوم لحد ما استرديت عافيتي النفسية يعني وبقيت كويسة إلى آخره. يحظى بإعجاب وتقدير المحيطين به، عادة الناس اللي حواليه يبقوا معجبين بيه قوي. شخصية معجبين بيه مش يعني بيحبوه الحب اللي هو بين رجل وامرأة، لا بيحبوا، معجبين بيه، بيحظى بإعجاب الناس وتقديرهم. متعدد المواهب، عادة ما تلاقيهوش في لين واحد، ما تلاقيهوش بس دكتور جامعة، ما تلاقيهوش حضرتك بس مدرس، ما تلاقيهوش بس حضرتك لاعب كورة، لا عادة بيبقى عنده أكتر من موهبة. طيب النوع ده نجيب له هدية شكلها إيه؟ لما أحب أهادي هذا النوع من الشخصيات أجيب له كتاب، إحنا بنقول إن هو شخصية مثقفة، أجيب له كتاب حديث او كتاب كان بيبحث عنه بيحبه وبيدور عليه ومش لاقيه، ممكن قوي يعني الطبعه اللي موجوده في السوق نفدت او في المكتبه، فممكن انا لو اجتهدت وجبته من الامازون مثلا عن طريق الامازون او سوق دوت كوم او واهديه بيه، ثقه ان هو هيفرح بيه قوي لانه في الحقيقه كان بيدور عليه ونفسه يحظى بيه. شرائط سيمفونيات موسيقيه، سيمفونيات يعني ميوزك كلاسيك شوية، مش الطبلة والرق والهبد والرزع اللي شغال الأيام دي. يعني ممكن أوي الشخصية دي تحب المجوهرات بأنواعها، يعني ذهب، فضة، بلاتين، ألماز، ممكن تكون، لأن الشخصية المثقفة عادة بتحب تقتني الحاجات كمان الثمينة اللي قيمتها كويس، قيمتها فيها مش قيمتها غالية يا جماعة، ولكن ليها قيمة فنية كويس. شرائط لتعلم لغة جديدة، لأنه هو شخصية مثقفة ممكن من وقت للتاني يحب يتعلم حاجة جديدة، وبس رمز إن هي شرائط تعلم لغة جديدة، ولكن مش مقصود لغة جديدة بمعنى لغة جديدة،
يتعلم حاجة جديدة. النهاردة عايز يتعلم مثلا يضرب على آلة موسيقية، اتعلم وخد يعني ألف وب وجيم وتعلم المبادئ، ممكن بعد شوية يقول طب خلاص أنا عايز أتعلم ركوب الخيل، ويتعلم ركوب الخيل ويبقى دؤوب عليها ويروح الدروس مع الكوتش ويتعلم. بعد كده اللي هو الثقافة لما بنعرفها بنقول من يعرف كل شيء، يعني من يعرف شيء عن كل شيء. ده الفرق ما بين المثقف وما بين المتعلم. المتعلم بيبقى بيتعلم في تخصص معين بياخد فيه سنوات الدراسة، فهو اللي بيعرف كل شيء عن شيء ده التعليم. لكن المثقف أو الثقافة هي معرفة شيء عن كل شيء، يعني أعرف شيء عن الخيل وأعرف شيء عن الموسيقى وأعرف شيء عن الطبخ وأعرف شيء عن التفصيل وأعرف شيء عن الكوتشنج. فده المثقف اللي هو يعني بيحب يعرف شيء عن كل شيء. نيكست. دي الأربع شخصيات الشائعة، ولكن طبعا لا يمنع إن في تركيبات تانية وشخصيات تانية. هنا بقى في قاعدة مهمة جدا جدا وأنا بشتري الهدية. في حاجتين ما اشتريهمش أبدا وأنا بهاجي حد أيا كانت درجة اقترابي من هذا الشخص، حتى لو أختي، حتى لو بنتي وأنا عارفة مزاجها كويس، حتى لو أنا يعني بنتي بتجيب لي هدية وأنا مامتها. في حاجتين ما اجيبهمش أبدا، لا الملابس ولا العطور. لا اشتري ملابس لحد واهديه بيها ولا اشتري عطور. ايه السبب؟ انا واثقه ان انتوا دلوقتي بتقولوه معايا. اولا الملابس، لو انا جبت بلوزه مثلا لزميلتي لصديقتي، اولا ممكن الذوق ما يناسبهاش، ثانيا ممكن ما يكونش عندها باقي الحاجات اللي هتكمل الطقم ده الانسامبل ده. يبقى انا جبت لها البلوزه هي ما عندهاش اللي يليق عليها، لا جيب ولا بنطلون ولا جاكيت، ما عندهاش الطرحة اللي تليق عليها، يبقى أنا هكبدها مصاريف جديدة عشان أنا جبت لها بلوزة. هتنزل تشتري الباقي كله على حسابها، يبقى أنا كده ما هديتهاش، أنا كده كلفتها فلوس زيادة. السبب التاني اللي ممكن ما تعجبهاش ببساطة، هتتقبلها مني وهتقول لي متشكرة يا سميحة، ولكن هي الحقيقة مش عاجباها أو مش على مقاسها أو قماشها مش عاجبها أو مش بتحب النوع ده من الملابس. يبقى أنا كان قصدي أهديها بحاجة كويسة، ولكن الحقيقة أنا أخطأت في إني جبت لها هدية من الملابس بالذات. الحاجة التانية هي العطور، ما جيبش عطور لحد أبدا مهما كان قريب مني، لأن يعني أنا ليا ذوق واللي أنا بهديها ليها ذوق تاني خالص. العطور دي إشكالية كبيرة، إشكالية كبيرة جدا. أنا ممكن أبقى قاعدة جنب زميلتي أو صديقتي يعني يجي ناحية تهل عليا يعني ريحة البرفيوم اللي هي حطاها، أنا ممكن أتعب جدا. ممكن هي تكون بحب العطور التقيلة شوية، لا أنا ممكن أكون بحب الحاجات اللي هي الأودو كولون، اللي هي الكولونيا بتاعتها كتير، اللي هي السبيرتو بتاعها أزيد، اللي هي بتطير بسرعة، اللي هي بنقول عليها العطور الخفيفة، اللي هي العطور النهارية. ودي على حد يعني على حد معرفتي يعني دي أفضل عطور ممكن يتعطر بيها الإنسان وهو رايح يصلي في المسجد وهو في البيت وهو رايح الشغل، اللي هي بتطير بسرعة. لكن العطور التقيلة دي قوي دي اللي بالليل ممكن لسهرة لفرح، ولا يصح ده تتحط في العمل، ولا يصح ان انا استخدمها بالنهار، ولا يصح ان انا اروح بيها شغلي، ولا انزل بيها السوق وانا رايحة اتسوق اشتري حاجاتي، ولا رايحة بيها النادي، ويعني لا يصح، ولا رايحة بيها زيارة. فدي لا يصح استخدامها الا في مناسبات معينة، هي اللي احنا بنقول عليها المساء والسهرة. اما العطور اللي هي فيها نسبة سبيرتو عالية هي دي يمكن الانسب. في كل الاحوال هي العطور أشكال وألوان وإيصانصات مختلفة وبتطلع برفانات مختلفة وروائح مختلفة، وأنا مش ممكن هأصيب وأنا بشتري بيرفيوم عجباني أنا سميحة، لكن ممكن اللي بيستقبلها مني يبقى بيتعب منها حتى أقل تقدير، ممكن يكون بيتعب منها، ممكن تكون بتعمل له حساسية، لأن هي طبعا أشكال وأنوان وألوان كتير، وهي إيصانصات مستخرجة من أزهار زهور زي ما حضراتكم عارفين. فمش بالضرورة اللي بيعجبني هيعجب الشخص اللي انا بجيب له الهدية. برضو في قاعدة لازم نعرفها، ازاي انا اقدم الهدية، وفي قاعدة يعني مقابلة ليها، ازاي لو انا المهدى اليه ازاي استقبل الهدية، ازاي اقدم الهدية. احنا قلنا عليها ان انا الف الهدية بشكل لطيف وان انا ما غليش في تمنها. لما باجي اقدمها ما اقولهاش دي حاجة بسيطة كده مش قد المقام، لا هي حاجة مش بسيطة وهي قد المقام وكل حاجة، وانا خدت بالي قوي واعتنيت وانا بشتريها ونقيتها لك بعناية ولفتها لك بعناية عشان أنا بعزك وبهديكي بهديكي بيها. الجانب الثاني بقى ده جانب مهم جدا، أنا بستقبل الهدية إزاي من اللي تديني الهدية.
في ناس بتاخد الهدية مني وتروح حطها جنبها كده وتقول لي شكرا. الحقيقة ده ينم على، يعني عايزة أقول، مش عايزة أقول اللفظ الشديد، انعدام خلق استقبال الهدية، لأن ده لا يصح. لازم أخد الهدية ولازم أعمل الكام حاجة اللي هقولهم لحضراتكم دول. لازم أخد منها الهدية وأقول لها متشكرة جدا، ولازم أفتح الهدية، ولازم أثني على الهدية، يعني لازم أبدي إعجابي بالهدية وأقول لها الله دي جميلة قوي. ويعني لو قدرت كمان أقول لها مجاملة حتى، يعني أحيانا بتبقى فعلا أنا عارفة إن نفسها فيها فجبتها لها، فتقول لي الله يا سميحة ده أنا كنت بدور عليها بقالي مدة، أو أنا متشكرة يا سميحة ده أنا كنت خلاص على وشك إن أنا أنزل أشتريها، بس كنت مستنية مثلا يبقى في إيدي فلوس، أو مستنية أول الشهر، أو مستنية لما أنزل السوق، أو مستنية لما حد يوديني مثلا مشوار بعيد شوية، المول اللي أنا رايحاه بعيد شوية أو حاجة. فلازم أعمل الكام حاجة دول وأنا بستقبل الهدية. بتزعل قوي حضرتك، بتزعلي قوي لما تهدي حد بهدية وتاخدها من إيدك وتحطها جنبها كده من غير ما تفتحها. فلازم نفتحها ولازم نبدي إعجابنا بيها. دول الثلاث أربع خطوات دول يا جماعة. يمكن احنا بنعرف كلنا نقدم الهدية، لكن قليل مننا قوي بيعرف ازاي يستقبل الهدية. لازم افتحها وابدي اعجابي بيها واشكره عليها واقول له او اقول لها ان انا بالفعل كنت بفكر انزل اجيب الهدية دي، وانتي كده جبتي لي حاجة انا بالفعل بحبها وكنت ناوية اشتريها قريب او ما كنتش لاقيها. نكست يا بتقول. احنا كده خلصنا اول محاضرة او اول ندوة في الآداب الاجتماعية والأخلاقيات. النهاردة كنا بنتكلم على آداب المهاداة. إن شاء الله المرات اللي جاية هي سلسلة هنعملها زميلاتي وأنا، إن شاء الله هنعمل في السلسلة هنعمل كذا موضوع، هنعمل مثلا آداب الزيارات، هنعمل آداب الاتصال التليفوني، هنعمل آداب الجوار، خلق الجوار، هنعمل آداب، لحظة بتقول لو سمحت، هنقدم لحضراتكم آداب اختيار الملابس، آداب الاتصال التليفوني. فهي آداب وخلق كثيرة وليست قليلة، آداب زيارة المريض إلى آخره إلى آخره. شكرا جزيلا، أسعدني تواصلكم، يعني دائما دائما تواصلكم معنا في المعلومة في قسم التدريب المستمر وريادة الأعمال. شكرا جزيلا، أي حد عنده مداخلة أنا موجود. شكرا جزيلا للبروفيسور الدكتور سميحة الباشا لهذه المحاضرة القيمة التي أتحفتنا بالكثير الكثير من المعلومات عن الآداب الاجتماعية وفنون التعامل. اليوم حقيقة نعيش قد تكون أزمة أخلاق وأزمة التعامل هابط، بعدين كانت العلاقات الاجتماعية الراقية والترابط الأسري والفن السائد في التعامل. اليوم نعيش بفضل التقدم التكنولوجي الهائل والانفتاح والتبادل والعولمة، نعيش في مرحلة السبابيقية. اليوم حدثت عندنا الكثير الكثير من الظواهر والمظاهر اللي نعيشها، وهي أزمة أخلاق وأزمة تعامل، قد أدت بالتالي إلى الكثير من الشيوع للأمراض النفسية وتبشر الظواهر الإباحية والمثلية وتعاطي المخدرات والإرهاب والانحطاط الفكري وغيرها. هذا قد يعود حسب وجهة نظري إلى سببين. الأول هو الابتعاد عن الله سبحانه عز وجل وعدم التحلي بأخلاق وصفات التي أوصانا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، ألا وهي النجاة في الصدق، وما بعدت إلا متمما لمكارم الأخلاق، جعلنا الله وإياكم من السائرين على هدي الرسول وآله وصحبه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. في مداخلات معي؟